السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوتي أخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد، وهو الفيديو الأول من سلسلة العمل على الإنترنت. إن شاء الله أخوتي في هذه السلسلة حنطرقوا العديد العديد من المواضيع والعديد من الأسرار اللي ممكن ماكش حتصيبها في أماكن أخرى، ممكن تديها من عند واحد عنده تجربة فقط، أو أنك أنت تخوض هذه التجربة وتكتشف هذه الأسرار. أخوتي إن شاء الله في هذه السلسلة اللي حترافقكم طيلة شهر رمضان المبارك، هالهدف نتاعنا أنه نوصل أكبر عدد ممكن من الناس باش يفهموا واش معناتها التجاره الالكترونيه، واش معناتها الربح من الانترنت. بون، ما كاينش الربح من الانترنت، كاين العمل على الانترنت كنفس العمل على يعني برا في اي شغل ولا اي وظيفه. صراحه انه كاين نفس الشغل اونلاين، وتقدر انك تجني منه فلوس، تقدر تجني منه يعني الدخل بشكل يومي ولا اسبوعي ولا شهري ولا سنوي. المهم اخاتي، كاين العديد من الفرص اللي تستنى فيكم بما انك عندك انترنت، عندك هاتف او كمبيوتر، فهذا يعني هذا فرصه كبيره ليك انك تخليك تنجح تمارس اي نشاط في الانترنت اللي تقدر تحقق به الدخل كما قلت لكم خاوتي. قبل ما نبداو هذه الدوره كامل خاوتي، حبيت نعطيكم رؤيه الى ما بعد الدوره. يعني الانسان لما يكون عنده رؤيه الى ما بعد الدوره، يعني واش يشوف نفسه بعد الدوره، فهذا الشيء يخليه يركز اكثر مع الدوره ويخليه يستفاد بالنسبه اكثر واكثر. خوتي اذا ركزتوا معنا في الدوره، طيله الدوره ان شاء الله في الاخير راك رايح تفهم واش معناتها التجاره الالكترونيه، حتعرفوا شو هما الفرص المتاحين في الانترنت اللي تقدر توفر منهم دخل، حتفهم اشياء كثيره، كيفاش تجني عمولات، كيفاش تتعامل مع البنوك والاشياء كيما هكذا، كيفاش تستقبل اموال. المهم خوتي، اني موجد هنايا المحضر ليستا ولا قائمه فيها كامل يعني المواضيع اللي حتطرقوا ليها ان شاء الله في هذه الدوره. نعطيكم يعني نبذه قليله عن الدوره، بعدها ان شاء الله ندخلوا في المقدمه ونعطوا التفسير العام. بدايه نعرف بنفسي، انا يونس، مغترب ومهاجر في بلاد العمسان امريكا لازيد من سنتين. اشتغلت السنه الاولى كعمل حر يعني في اماكن مختلفه، وراني شاركت تجربتي معكم، كاين الناس اللي شافوها كاين اللي ما شافوهاش، ممكن يرجعوا للخلف ويشوفوا كامل التجربه اللي انا مريت عليها في امريكا. ولكن السنه الثانيه اللي حولت من العمل الحر خارجا الى العمل الحر في الانترنت، حيث اشتغلت في عده ميادين وعده مجالات، وما زلت للحين اشتغل فيهم، وعندي كل شغل ولا كل حاجه منصه عندي منها دخل ولا اموال اجنيها. فان شاء الله خوتي هذه التجربه ولا الزبده تاع واش التجربات كامل اللي خذيتهم ولا التجارب عفوا اللي خذيتهم، حبيت نبارطاجيها معاكم ونشاركها معاكم ان شاء الله هكذا باش تعم الفائده ويستفاد اكبر عدد ممكن من الناس. فنتمنى من الاخوه والاخوات انها تشارك هذه الدوره، فهي بالمجان، فحبيت اي اكثر عدد ولا اكبر عدد ممكن من الناس تستفاد منها، فنحتاج دعائكم فقط خوتي. الحين خوتي راح نعطي لكم مقدمه يعني شامله للعمل على الانترنت، لانه كاين ممكن اشخاص ولا ناس ما عندهمش ولا ادنى فكره حول العمل اونلاين، فحبيت اني نبدا معكم الشرح من اقل من الصفر ونجو رايحين درجه بدرجه. فالناس اللي عندهم فكره ولا عندهم يعني افكار وتجارب في الانترنت فراح يسعفونا، اعتذر منكم راح تسعفونا في البدايه، علاش؟ خلوا الناس كامل تفهم ومن بعد ننطلقوا في الحاجات يعني الصعبه الادفانسد. اول شيء خوتي، العمل على الانترنت هو نفسه العمل يعني خارج الانترنت برا، كيما نقولوا وظيفه ولا عمل حر ولا حاجه كيما هكا، هي نفسها، ولكن فيها بعض الحاجات الايجابيه كما انها فيها بعض الحاجات السلبيه اللي احنا نذكروها الحين. الحاجات الايجابيه منها هي انك تخدم في المنزل، يعني ما عندكش مكان، ما عندكش مثلا كراء تاع محل، ولا مثلا اشخاص يعني تشتغل عندك وتخلصهم بشكل شهري، ممكن هذه توجدها في العمل على الانترنت ايضا، ولكن مش بالضروره كيما العمل خارجا. فيها اشياء كثيره، يعني اذا كنت تشتغل برا ما كانش معلم يعني رب العمل بوس، يعني ما كانش اشياء كيما هذه. والعمل على الانترنت خوتي يعطي لك الراحه، تشتغل في المنزل، تشتغل تحب تشتغل في الليل، تحب تشتغل في النهار، تحب تشتغل في اي وقت انت يساعدك وتشتغل فيه، فيخليك يعني مرتاح اكثر واكثر. ولكن العيب الوحيد اللي فيه اللي كامل الناس تمر عليه العيب على العمل في الانترنت خمسين، هو الناس اللي يكونوا يعني كسالى ما راهمش حينجحوا في الانترنت. علاش الكسالى؟ لانك تلقى روحك عندك الحريه التامه في يعني تنظيم وقتك، وناس كاين ما تعرفش تنظم وقتها، يعني تولي ما تشتغلش،
فتقول لك انا بدون كاين الناس اللي لازم منهم معلم لازم منهم ربع عامل يعني يبدا على 8 ويخرج على 5 كيما كاين الناس اللي يعني ينظم وقته بدون ربع عامل فالناس اذا انت اذا تعرف روحك انك تنظم وقتك بدون ربع عامل يعني تقول نبدا نخدم دوكا نبدا نخدم دوكا نكمل على ربع سوايع نكمل على ربع سوايع يعني اذا كنت تحترم الوقت فاكيد راح تنجح بالصبر راك رايح تنجح فالعمل على الانترنت خطي نفسه العمل خارج الانترنت ولكن فيه مزايا اكثر راح نعطيكم بعض الامثله على العمل على الانترنت العمل على الانترنت خطي هما اصلا هو في صفه عامه هو تجاره الكترونيه من بعض الامثله خاوتي في العمل على الانترنت هي يعني مثلا تفتح متجر الكتروني تبيع فيه السلعه والسلعه فيها انواع وانواع تصل الى الاف الانواع من السلعه سنطرق لها لاحقا هذا النوع الاول النوع الثاني خاوتي مثلا التسويق بالعموله يعني تسوق لمنتوجات تاع ناس اخرين وانت تدي عموله يعني مقابل هذا الخدمه اللي قدمتها للناس تاع عموله كاين ميدان اخر وهو السوق البورصه العالميه الفوركس اللي تقدر تداول فيه يعني عملات الكترونيه وعملات مشفره هذا مجال اخر كاين مجال الدروب شيبين الدروب شيبين هي انك تجيب سلعه من الصين وتسوقها هنايا في امريكا يعني قبل ما توصل ليك يعني يعني من المتجر الى العميل مباشره يعني تختصر الطريق وهناك العديد والعديد من الميادين سنتطرق اليها لاحقا في هذه الدوره ان شاء الله خاوتي ولكن انا اليوم حنحكي لكم يعني بصفه عامه باش تفهم التجاره الالكترونيه ولكن الحلقة القادمة إن شاء الله سنختار لكم أفضل ميدان في هذا اللي تقدر تبدأ من الصفر بدون رأس مال بدون خبرة بدون يعني نعطيكم كل حاجة من الديماراج نعطيكم جميع الأسرار وجميع الخفايا اللي تخليك تربح منه فلوس في اليوم ولا الأيام الأولى مباشرة فخلونا نبدأ في نشرح في أهم ثلاث نقاط في التجارة الإلكترونية التجارة الإلكترونية وش تحتاج؟ بما أننا نقول تجارة ونقول إلكترونية فالحاجة الأولى بما أننا قلنا إلكترونية فأنها تحتاج منصة يعني محل كما إنسان برا عنده محل فالتجارة الإلكترونية تانا خاصتك محل ومحل تاعك هو المنصة هذا هو أهم شيء والمنصة سواء تكون منصة أنت هو تاعك يعني تلي تملك المنصة سواء تكون منصة تاع شركة أخرى وانت منضم ليهم في ذيك المنصة تشتغل في المنصة تاعهم يعني ضروري تكون أنك منصة في موقع في أبليكاسون تطبيق على الهاتف شيء مثل هذا القبيل فالمنصة هي الشيء الأول والشيء المهم جدا نروح إلى الشيء الثاني وهو المنتج المنتج قلت لكم خاوتي كاين آلاف من المنتجات أنت ما عليك أنك تخير المنتج الرابح وأنك تسوقه وتخدم به المنتجات خاوتي كاين منتجات يعني ملموسة فيزيك وكاين منتجات رقمية وكاين خدمات منتجات اللي تلمسها بيدك يعني أي شيء مثل الملابس مثل أشياء ملموسة يعني تجيبها للدار أشياء يعني تملكها ماديا وكاين حاجات رقمية رقمية مثلا تبيع تطبيقات في التطبيقات الهاتف تبيع ديزاين تاع موقع أشياء مثل هذه يعني فيزيك غير في الميكرو برك ما تلمسهاش بيدك وكاين الخدمات اللي تقدمها يعني خدمات تعد من المنتوجات انك تقدم خدمة تاع تسويق انك نسوق لك لمنتوجك نسوق لك لخدمة نسوق لك للشركة تاعك باش تكون معروفة فهذا الشيء هذا الخدمة تعد من المنتوجات وهذه هي الحاجة الثانية الضرورية في التجارة الإلكترونية والحاجة الثالثة وهي يعني هذوما الثلاث هما حقيقة مهمين والحاجة الثالثة هي العملاء الزبون يعني اذا كان عندك محل وكان عندك السلعه شابه وكان عندك كلش وما عندكش زبون يعني ما درنا والو فضروري انك تكون عندك هذوما الثلاثه ليكونوا حاضرين باش تقدر تنجح في الشركه تاعك فاذا كان واحد منهم ناقص ما درنا والو اذا كان انت عندك المنتجات وعندك الزبون بصح ما عندكش وين تبيع له وين تقبض فلوسك وكيفاش تكسب الحاجه كيفاش ترسل له هذه المنصه هي ضروري اذا كان عندك المنصه وعندك العملاء يعني الزبون جي يشري وانت ما عندكش منتوجات ثاني ما درنا والو واذا كان والعكس اذا كان عندك منتجات وعندك عندك المنصه عندك المنتجات وما كاينش الزبون ثاني ما درنا والو فهذا هما ثلاث حاجات لازم نركزوا عليهم في البدايه خاوتي لازم يكون عندنا منصه سواء قلت لكم تاعنا ولا احنا منضمين ليها ويكون عندك الحاجه الثانيه وهي المنتجات لازم نختاروا الوين برودكت يعني حاجه يكون منتوج رابح بالك راهو في تريند بالك راهو يدور فايرال المهم انشئ كيما هكذا ومن بعد نعلمكم كيفاش تقتنيوا المنتج الرابح
هذا الشيء الثاني. والشيء الثالث العملاء، نعرف كيفاش نجيب العملاء، نعرف كيفاش نتعامل مع العملاء، سواء العملاء العرب سواء العملاء الأجانب، كل واحد نعرف الطريقة كيفاش نقتنيو هذوما العملاء ونربحوهم للمدى الطويل. يعني مش اللي نقدموا لهم خدمة ولا اثنين، لا، خلونا نربحوهم إلى المدى الطويل. في التجارة الإلكترونية وفي هذه الدورة إن شاء الله سنتعلم كيف يعني نربح زوار. الزوار سواء يكونوا زوار جايين من تدفعت لهم فلوس باش جاوك على ادفرتايزمنت، على يعني درت لهم يعني اعلانات وروشت الاعلانات وربحت زوار، ولا سواء جبتهم اورجانيك، جبتهم بالمجان جاو ليك للموقع تاعك. وهذوما الزوار نتعلموا كيفاش نتعاملوا معاهم باش نردوه، نحولوه من زائر الى زبون، الى من زبون اول مره الى زبون دائم. فهذه المرحله لازم نفوتوا عليها. فكيفاش نتعاملوا مع الزبون، مع الزائر قبل ما يولي زبون للمره الاولى، ونحولوه من زائر الى زبون. هذه ان شاء الله نتعلموها في هذه الدوره، وهذا شيء مهم ايضا. شيء اخر وهو المشاريع على الانترنت. خاوتي المشاريع على الانترنت كاين مشاريع عربيه ومشاريع اجنبيه، اختلاف تام في هذه المشاريع. علاش اختلاف تام؟ ماشي يختلفوا في المنتوجات ويختلفوا في لغه الكلام فقط، لا، ويختلفوا في العقليات، في المايند سيت. فالاجنبي ابدا ما يخمم كما العربي، والعربي ابدا ما يخمم كما الاجنبي. فلازم نكونوا نعرفوا تفكيرهم كيفاش يفكروا باش ترجع تفكر كيما هما باش تقدر تتواصل معاه. لا كنت انت تفكر في شيء هو يفكر في شيء، فما راكمش راح تتلاقاو، فما كنتوش راح تندمجوا مع بعض وتقدم له ذيك الخدمه. فضروري انك تعرف العقليه تاع العربي كيفاش يخمم والمشاريع الاجنبيه كيفاش يخمموا. فلما تكتشف وتعرف شنو الخبايا تاع واحد عربي كيفاش يفكر، واحد غربي كيفاش يفكر، فراك راح تسهل معاه في الخدمه تاعك. وان شاء الله باذن الله نعطيكم يعني واحد الرسائل اللي حنا وصلوا لهم من بعد واجدين حاضرين ترسلهم ديريكت مول سواء الاجنبي اللي حنا نركزوا عليه، لانه السوق الاجنبي فيه فلوس اكثر من العربي. هذا ما معناهاش انه السوق العربي ما فيهش فلوس، لا، فيه فلوس، ولكن السوق الاجنبي فيه بزاف بزاف لي زافونتاج. خاوتي حنوصلوا ليهم علاش السوق الاجنبي قوي على السوق العربي. بما ان تكلمنا على المشاريع خاوتي، فبما انك تكون تملك مشروع سواء عربي او سواء غربي، فحاجه ضروريه انك تحتاجها وهي الدومين، الاسم، دومين تاعك كما نقولوا اسمه بلا دوت كوم ولا دوت حاجه. المهم هذا اسم الدومين، وهذا بحد ذاته خاوتي راهو مجال في العمل في الانترنت. كاين ناس بزاف انهم يشروا هذا لدومين، يشروا منهم كميه كبيره ويعاودوا لهم البيع. فلما يكون كاين دومين ماهوش معروف ويكون ماهوش معروف، ولكن بعد سنوات يكون ممكن ينعرف، ولا ممكن يحتاجوه شخصيات ولا يكون شركات ولا حتى في الحكومه، فالناس انه يتواصلوا معهم يبيعونه بمبلغ كبير. فهذه يعني بحد ذاته من بعد نتكلموا عليه، ولكن بمختصر مفيد هذا ماهوش الموضوع تاعنا في هذا الدوره. ولكن حبيت نقولوا بلي هذا راه مجال من بين المجالات الناس اللي تحقق منهم دراهم كبار وفلوس كبار. خاوتي نروحوا الى الشيء الاخر اللي يهمكم بزاف خاوتي، وهو الترويج للمنتجات. الترويج للمنتجات وكيفاش دير حملات دعائيه، وشمو المنصات اللي يمشيوا على الحملات الدعائيه. فكما على بالكم خاوتي السوشيال ميديا راهو كاين، راهو طويل وكبير وعريض، فيه العديد والعديد من التطبيقات والمواقع، وكلها يخدموا وكلها هم الربح تاعهم يجيبوا الارباح من الناس اللي يديروا عندهم لي بيبليسيتي. فانك انت كيفاش تروج للمنتوج تاعك واش من منصه تختارها. فمنصه بار اكزومبل الفيسبوك عنده مواد خاصه، اليوتيوب عنده حاجات خاصه، سناب شات، تيك توك، المهم منصات ما يخلصوش، البينترست، المهم خاوتي كاين، وكاين حتى مواقع اخرى راح نتكلموا عليها. ولكن خاوتي في هذه الدعايه راح تخلص فلوسك، راح تستثمر ولا تصرف حاجات بزاف. انا ان شاء الله في هذه الدوره راح نقدم لكم مواقع اللي يقدموا اعلانات بالمجان خاوتي، كيفاش انت تروج للمنتوج تاعك بلا ما تخلص والو. يعني راك راح تروج الى منتوج ولا خدمه ولا سلعه ولا اي حاجه بالمجان خاوتي. المواقع يقدموا هذه الخدمات بالمجان، والناس ما يذكرهمش وما يهضروش عليهم كامل. علاش؟ ما احتكرينهم غير اليوم باش هما يخدموا فيهم. ان شاء الله راح نطرقوا اليوم في الحلقات القادمه هذوما المواقع وكيفاش تروج المنتوجات تاعك بالمجان خاوتي. كاينه حاجه مهمه خاوتي، مهمه خاوتي اللي كنا نتلاقاو منها صعوبات، ولا واحد من الناس اللي تلاقيت بزاف صعوبات كي كنت في الجزائر، وهي استقبال الاموال. استقبال الاموال لان يعني لما تكون يعني الدوله شويه ضعيفه حتكون عندها باين عليها من استقبال الاموال، يعني كيفاش تستقبل وتحول اموال. فراح تكون
كتشوفوا هنايا صعوبه. ان شاء الله حنعلمكم كاين طرق بزاف كيفاش تستقبل منها اموال، ما تخيلوش غير يعني بالبنك، كاين بزاف حاجات تستقبل منها الاموال خاوتي، وهذه راح نطرقوا ليها ان شاء الله في القريب، في القريب العاجل ان شاء الله في الحلقات القادمه، واش هما الطرق ولا واش هما الفرص كامل اللي نقدر نتلقى بهم اموال، وانت كل وحده على حساب المشروع تاعك كيفاش تتلقى. نعطيكم امثله ومن بعد نتعمقوا فيهم اكثر. كاينه الحاجه الاولى خاوتي، وهي انك تتلقى اموال عبر البريد كما نقولوا سي سي بي في الجزائر، حتتلقى اموال بحسابك البيتكوين، حتلقى اموال بحسابك الباي بال، كيفاش تفتح باي بال، كيفاش تطلب بطاقة بنكية من بنك خارجي من بنك اوروبي، اشياء كيما هكذا حنطرقوا ليها في هذا الدورة ان شاء الله. في هذه الدورة ان شاء الله خاوتي تكونوا اديتوا فكرة عامة حول العمل على الانترنت، وش هما الثلاث ركائز اللي تكلمنا عليهم، اللي هما الركائز الاساسية باش تبدا مشروعك على الانترنت ولا العمل على الانترنت، كيفاش تبدا تروج منتوجات تاعك، وش هما المنتوجات. المهم خاوتي هذا بصفة عامة حكينا على العمل على الانترنت اليوم، فكانت هذه يعني قطرة من بحر، مازال البحر واسع 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 وفوق كل ذي علم عليم، يعني مازال احنا مازلنا ما نعرف والو، فرنا واش تعلمنا رانا حابين نبارطاجيوها معكم ونعلموكم هكذا باش نركبوا كامل في الموجة تاع الانترنت ونشتغلوا كامل، لما لو تكون عندنا يعني كوميونيتي كبيرة في العمل على الانترنت خاوتي، فواحد يعلم واحد وهكذا راهي ماشية ان شاء الله خاوتي. الحلقة القادمة مهمة جدا، علاش؟ باسكو راح نبارطاجي معكم واحد المجال، مجال من مجالات بزاف، هذا المجال يقدر اي شخص يشتغل فيه. علاش انا خيرته؟ لانه اي شخص يقدر يشتغل فيه، سواء عنده كمبيوتر ولا عنده هاتف، مهم عنده انترنت. الشيء الثاني ما يحتاجش راس مال، ثالث حاجه ما يحتاجش ان يكون امراه ولا راجل، ثالث حاجه ما يهمش السن، يكون صغير ولا كبير ولا قدي في اللاج ولا يعني ما يهمش، اي واحد يقدر يشتغل في هذا المجال خاوتي. فبعد ما تشوفوا الحلقه قديمه ان شاء الله تقدروا تنطلقوا في هذاك المجال، وتقدر تشوف يعني كيفاش تلقى يعني عملك كيفاش راهو يافونسي لقدام ان شاء الله باذن الله. فنتمنى خاوتي ما نحتاج والو، نحتاج منكم الدعاء في هذا رمضان المبارك خاوتي، ونحتاجكم تدعموني يعني بتعليقات ولايك، خلينا نوصلوا هذا الفيديو الى اكبر عدد من التعليقات خاوتي هكذا باش ينتشر وتعم الفائده خاوتي. فما بقى لي غير نقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في الحلقه القادمه خاوتي. كان معكم يونس بن بحا في فيديو من سلسله الربح ولا العمل على الانترنت، ونتلاقاو ان شاء الله في الحلقه القادمه. سلام.